رفضت قوات الاحتلال الإسرائيلي عبور شاحنات المساعدات الإنسانية والطبية إلى منفذ كرم أبو سالم بعد عبورها معبر رفح البري، وسمحت لعدد ضئيل من شاحنات المحروقات بالدخول إلى قطاع غزة. المزيد من التفاصيل يطلعنا عليها الزميل محمد الخطيب مراسل التلفزيون المصري. نعم مشاهدينا الكرام، يعني نحييكم مرة أخرى من أمام معبر رفح البري. يعني بالفعل اليوم هوت أعداد الشاحنات التي دخلت من المعبر واتجهت إلى منفذ كرم أبو سالم. نتحدث عن 10 شاحنات فقط، 4 من الغاز و6 من السولار، ليصبح الإجمالي 10 شاحنات عن أمس. أمس كان هناك يعني أعداد كبيرة من الشاحنات التي دخلت من معبر رفح إلى منفذ كرم أبو سالم. كنا نتحدث عن عبور 74 شاحنة من الشاحنات التي تحمل مواد غذائية وإنسانية وطبية ودوائية، هذا بالإضافة إلى عدد من السيارات أو الشاحنات التي تحمل محروقات سواء كانت غاز أو سولار. اليوم هوت بنسبة كبيرة أعداد الشاحنات، ومنعت قوات الاحتلال الإسرائيلي دخول الشاحنات المصرية أو الشاحنات التي تحمل مواد غذائية، ولم تسمح لأي شاحنة واحدة حتى واحدة فقط للدخول، وبالتالي يصبح عدد إجمالي الشاحنات الغذائية 0 اليوم. من الحين إلى الآخر أيضا نسمع دوي انفجارات كبيرة قادمة من الناحية الشمالية من الجانب الآخر من معبر رفح. يعني رصدنا يعني تصاعد دخان كثيف من الناحية الشمالية، وهي الناحية التي يتمركز فيها المربعات السكنية واللاجئون من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، وكان هناك تصاعد كثيف لألسنة الدخان. ربما هذا كان يعني غارات جوية مكثفة من قبل الجانب الإسرائيلي. يمكن هذا هو المشهد لدينا إلى الآن، وأعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو.